صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مهند، صباح الخير يا جمهور الاهلي العظيم. النهارده هنعمل تمارين ينفع نعملها في اي مكان، في البيت، حديقه بتاعه البيت، اي مكان. المهم الادوات حاجات بسيطه، ستيب زي السلم، مات ننام عليها، دمبل، اوزان ممكن 2 كيلو 4 كيلو، استك، عشان نعمل مقاومات مختلفه بتمارين مختلفه. التمارين اللي هنعملها النهارده لكل الجسم جنرال، ينفع نعملها 3 ايام في الاسبوع، مثلا سبت واثنين واربع او حد وثلاث وخميس، اللي هو يوم او يوم لا. ده ليه؟ عشان نشط دمويه في عضلات الجسم، دوره دمويه في عضلات الجسم كلها، فنعمل حرق للدهون وفي نفس الوقت نعمل شيب للعضلات يخلي الجسم مشدود. يلا بينا، بس المهم نسخن الاول، ماشي في المكان نسخن باي طريقه، المهم نرفع ضربات قلبي في نفس الوقت ارفع درجه حراره جسمي، زود الليونه في المفاصل والمرونه في العضلات عشان ما يحصلش اصابه. سخن مشي، ستيب فوق تحت، اطلع بالشمال وانزل بالشمال 10 عدات، بعد كده اعكس يمين يمين شمال سايد تو سايد، شغل ايديا مع رجليا، ان اوت عشان اعمل وورم اب او تسخين لجسمي من فوق ومن تحت. يفضل مده التسخين تبقى 5 دقائق، نفس الحركات اللي احنا بنعملها، ايد ورا وايد قدام، سيزر، جامب روب، شيفت ويت، نط الحبل على رجل واحده، رجل الثانيه، كل دي اكشنز، ان اوت، كروس، كل دي حركات عشان نسخن بيها. هكذا نبتدي من تحت لفوق، نبتدي بالكالف 20 عدة، 1 2 3 4، لو ما عنديش توازن همسك في أي حاجة وأنا بعملها، ضغط عشان الصدر، بوش أبس، داون، يا إما ركبتي تبقى على الأرض، لو أنا أقدر ركبتي تبقى فوق الأرض يبقى أوكي، بوش 2 4، نفس 8 2، راسي مع ايدي عامله مثلث 6 8، اوكي بطن، احنا كده لفينا جسمنا كله، سمانه خلفيه قطنيه، ظهر، كتف، تشست، بطن، رجليها على الأرض، فوق 2 4 6 8 10، كمان 2 4 6، هثبت تحت بإيدي، رجليا فوق، 1 2 4، بجيب ركبتي عليا، 6 عشان البطن السفلى، 8 10، 2 4 6، برافو، 8، هزبط برجلي، بوش وازبط، 2 3، هزبط سنة وانزل سنة، ده مفيد للعضلات البطن السفلى والعضلات القطنية والخلفية، 5 كمان، الثبات اللي فوق ده يعتبر عدة، يعني كده 1 2، بدل 4 3 2 1، كده بقى فاضل بالنسبة لنا الباي والتراي. استخدم مقاومة متغيرة،
2 للباي 4 نفس اكسجين مهم جدا عشان ما يحصلش كرامبات. كمان 5 كمان 1. هنعمل اخر حاجه ترايسبس ايدي فوق 1 2 3 4 5 كوعي يفضل فوق كتفي نفس مش لازم اسند ايدي هي اللي تعمل كنترول العب بالوزن اللي اقدر بيه 4 كمان 2 نفس فوق اعكس ايدي التانية 2 4 6 8 10 برافو 4 كمان 2 اوكي اللي احنا عملناه ده كله هيتكرر 3 مرات ما بين كل مجموعة كملناها كل الحركات اللي عملناها دي هناخد دقيقة راحة ممكن الراحة بتاعتنا تبقى راحة سلبية ان هو نقف اشرب مية ريلاكس او راحة ايجابية في ان انا ممكن اعمل شيفت ويت عشان اعلي الهارد ريت بتاعي تاني وكده انا بستخدم حرق دهون كتير قوي في نفس الوقت بعمل شيب للعضلات بتاعتي عشان اشيل جسم اهم حاجة بعد التمرين ما ننساش نعمل الاسترتشنج او الاطالات نعم معلومة مفيدة تمارين جديدة الحلقة اللي جاية ان شاء الله.